السلام عليكم أعزائي الفلاون، مرحبا بكم في صفحتكم وقناتكم قناة أثاث ثقة. خاوتنا قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تشتركوا معنا في قناتنا على اليوتيوب، صفحتنا في الفيسبوك وحسابنا في الانستغرام خاوتنا. وكما راكم تشوفوا عودة لو سالون ارك، بس هذا لو سالون ارك راهو مميز خاوتنا. كما قريتو في لو تيتر كاين زوج لي موديل جدد تاع لو ارك بلس. التصميم كما راكم تشوفوا من البعيد يبان هو بصح راهو فيه مميزات خاصه. واحد من المميزات خاوتنا لي تيسو، جبنا لكم زوج لي صالون ديفيرون تيسو، حاجه ما شاء الله. كما راكم تشوفوا الارك بلس اللي معروف فيه 7 بلاس دو فوتي تاع اون بلاس، اون بونكا تاع 3 بلاس، اون بونكا تاع 2 بلاس. خاوتنا نبداو على بركه الله بالطروا بلاس. خاوتنا كما راكم تشوفوا يرفد حاجه ما شاء الله مع 3 لي جيتي هديه من محل اثاث ثقه. وكما قلت لكم لي تيسو راهو بلان بيرميابل، حاجه بزاف شابه. كما راكم تشوفوا في لاكودوار كان هذا التصميم راهو بخشب بزاف، وفي لي زاكودوار من الكوتي خاوتنا راح تلقاو هذا التصميم بلي بوطون، حاجه بزاف شابه. الديزاين تاعو بزاف شباب خاوتنا كما راكم تلاحظوا. دي بي راهم بالاترستي طوماط كما راكم تشوفوا، حاجه سوليد وحاجه بزاف 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 شابه خاوتنا. والارك بلس خاوتنا كيما عودكم دائما راهو كوفري وكليك لاك. دوك يتقدم الاخ هيثم ويوري لكم كيفاه. تفضل الاخ هيثم. السلام عليكم. لو ارك بلس اللي شفتوه ديجا كان تاع 3 بلاص يترفد كومبلي ويولي كوفري، هذا قسمناه لكم اون دو. وري لهم الاخ هيثم كيفاه. كيما راكم تشوفوا الكوفري يترفد بجهه واحده كيما راكم تشوفوا، ويتكسل باش يولي هكا، والجهه الاخرى كذلك خاوتنا كيما راكم تلاحظوا فيها كوفري اللي يرفد حاجه ما شاء الله، وثاني يولي لكم هكا خاوتنا. وكيما راكم تشوفوا يقدر يتكسل هكذا باش تقدروا تاخذوا راحتكم ومام ترقدوا فيه خاوتنا. حبينا برك نذكركم لو كوفري تاعو خاوتنا لو با راهو دوبل با، معناتها تحطوا اي حاجه مام حاجه ثقيله وما تخافوش عليها خاوتنا. ننتقلوا للدو بلاس خاوتنا. الدو بلاس راهو النسخه المصغره تاع 3 بلاس، معناتها فيه نفس المميزات خاوتنا. التيسو راهو بلان بيرميابل حاجه ما شاء الله. لي بي راهم بنفس ستيل طومات مخدومين بالاتر، حاجه صحيحه بزاف. لونكادرمون ثاني راهو بالاتر خاوتنا. في الكوتي تاع لاكودوار راح تلقاو نفس التصميم بلي بوطون كيما راكم تشوفوا. القاعدة خاوتنا راهي بالديترونت، لا كاركاس راهي امبواروج وفيه نفس التصميم في القاعدة كيما راكم تشوفوا. ومام في الظهر تاعو خاوتنا راح تلقاو نفس التصميم تاع لاكودوار اللي راهو بلي بوطون خاوتنا. والدو بلاس تاعو خاوتنا ثاني راهو كوفري وكليك لاك. الكوفري كيما قلنا لكم خاوتنا راهو بدوبلو بام من تحت، حاجة ما شاء الله. برك ملاحظه خاوتنا، ظهر تاعو ثاني راهو مخدوم بالديترونت باش هكا كيتكسلوا فيه وفركم الراحه المناسبه لكم خاوتنا. ولا فينيسون اللي راح تشوفوها من قدام، الثاني راح تشوفوها من لاريير خاوتنا كيما راكم تشوفوا، حاجه ما شاء الله. ننتقلوا للاون بلاس كيما راكم تشوفوا فيه لي زاكودوار، قاعده بزاف فخمه وثانيه توفر لكم الراحه اللي تستهلوها كي تقعدوا فيه خاوتنا. راهو مخدوم بالميم تيسي، تيسي امبرميابل حاجه ما شاء الله. لي بي راهم بالاتر ستيل طومات كيما 3 بلاس و 2 بلاس، حاجه ما شاء الله. القاعده راهي بالديترونت خاوتنا، قاعده مريحه بزاف وفيه لو ميم ديزاين في الظهر كيما راكم تشوفوا. الهيكل الداخلي راهو بالبواروج خاوتنا، ولا فينيسيون راح تشوفوها من قدام كذلك راح تشوفوها في الدريير تاعو. كنتو مع لو صالون ارك بلس دو خاوتنا، ان شاء الله يكون نال اعجابكم. اما السعر تاعو هو خاوتنا 16 مليون و800 مع النقل مجاني ل 58 ولايه. الارقام راهم اسفل الشاشه، اللي حاب يتصل او يستفسر ما عليه غير يتصل بنا خاوتنا. وثاني خاوتنا عوده الارك بلس، هذا نفس التصميم تاع الارك بلس الاول برك راهو في تيسيو ديفيرون. تيسيو هذا خاوتنا اللي دخلنا راح تشوفوا ثاني في الانيق والعديد من الموديلات ان شاء الله. كما راكم تشوفوا مازالوا في نفس التصميم اللي فيه دو فوتي تاع اون بلاس، اون بونكا تاع 3 بلاس، اون بونكا تاع 2 بلاس. هذا التيسيو كما قلت لكم خاوتنا تيسيو بزاف شباب، تيسيو جديد، تيسيو قوه اللي راهو ثاني بالامبيرميابل. 3 بلاس تاعو خاوتنا راهو بنفس التصميم كما راكم تلاحظوا. لي بي راهم ستيل دومات بالاتر، حاجه سوليد وحاجه ما شاء الله. لونكادرومون راهو كامل بالاتر خاوتنا، عنده نفس التصميم في الكوتي تاع لاكودوار كما راكم تلاحظوا بلي بوطون. ومن الفوق ثاني خاوتنا راح تلقاو هذا التصميم الجديد اللي راهو بالموتيف، والجزء تاع لاكودوار اللي راهو بخشب بزان كما راكم تلاحظوا خاوتنا. لو موتيف هذا ثاني راح تلقاوه في القاعده كما راكم تشوفوا، عنده نفس التصميم تاع الظهر كما راكم تلاحظوا ثاني خاوتنا، راهو بلي بوطون في القاعده تاعو اللي راهو بديزاين ديفيرون بالموتيف خاوتنا. القاعده راهي بالديترونت كالعاده، ولا كاركاس راهي اون بواروج. لو موتيف هذاك ثاني خاوتنا راح تلاحظوه في لي جوتي تاعكم.
والارك بلس كالعاده خاوتنا مازالوا كليك لاك او كوفري. الكوفري تاعو كيف كيف خاوتنا كيما الارك بلس 2 هذاك، راهو بالدوبلو با ويرفد حاجه ما شاء الله من داخل. مازالوا كليك لاك خاوتنا ما عندها يعاود يتكسل هكاك، وظهر تاعو راهو بدي ترونت هكا باش كي تتكسلوا فيه راح تحسوا بالراحه التامه ان شاء الله. كيما راكم تلاحظوا نفس لافينيسيون اللي شفتوها من قدام راح تشوفوها في الدارير تاعو خاوتنا. وكما قلت لكم خاوتنا دو بلاس تاعو راهو النسخه المصغره تاع 3 بلاس كيما راكم تشوفوا، لون كادرومو كامل راهو بالاتر. راح تلقاو التصميم بلي بوطون في الكوتي تاع لاكودوار، وفي لاكودوار من الفوق راح تلقاو لو ميم موتيف ولو ديزاين هذاك اللي راهو بخشب الزان خاوتنا. وكما راكم تلاحظوا لا فينيسيون في القاعده تاعو والتيسي جديد هذا خاوتنا حاجه ما شاء الله، عنده نفس التصميم تاع ظهر اللي راهو بلي بوطون. عاود نذكركم خاوتنا القاعده راهي بدي ترونت، لا كاركاس راهي اون بواروج. الامبلاس تاعو ثاني حاجه ما شاء الله كيما راكم تشوفوا لي زاكودوار هذوك باش يوفروا لكم القعده المريحه في الظهر تاعو. راح تلقاو لو ميم ديزاين بلي بوطون، الجي تي راح تلقاوها بالموتيف ومام القعده، ولاكودوار كيما راكم تلاحظوا راهي بالتيسي جديد وبالموتيف. القعده تاعو كذلك خاوتنا راهي بدي طونط لي بي راهم ستيل طومات بالاتر، حاجه صحيحه وحاجه بزاف شابه. اما بالنسبه للسعر خاوتنا هو هو كيما الارك بلس 2 اللي كان 16 مليون و800. الارك بلس هذا جديد اللي دخلنا في تيسي جديد كيف كيف خاوتنا راهو ب 16 مليون و800 مع النقل مجاني ل 58 ولايه. ان شاء الله هذا الفيديو يكون نال اعجابكم، ما تنساوش تخلونا اراءكم في التعليقات اللي رانا نقراوهم كامل، ودعمونا بجام خاوتنا. انا ما بقى لي غير نقول لكم بعد الكلام سلام.